رحلتنا وإياكم هذه المرة تقودنا إلى ضفاف وادي عبدي بولاية باتنة، حيث البصمة البارزة لقدماء الأمازيغ. هنا التاريخ يتجلى في تجاعيد كبار السن وفي بنايات عالية فوق الجبال والروابي، ظلت صامدة أمام تداعيات الزمن والمؤثرات الطبيعية. نحط بكم الرحال بمنطقة منعة، حيث القلعة المنيعة. منعة نميرة زيك لان قرناس فيلزي بيان افون لي رومان، استادير افون جيزي كري. هم بعد الدوسين لي رومان اسمه ولا نسمى ناس سواء لافين سندا، خدمنا لافين سندا ديك سيتي ميزون دروبو كيك سورت بور لي سولدا رومان، ولا قرناس ارين للدوسين الفتوحات الاسلامية. كان لي رومان قيم منعه استادير الا ان فيد دي التاريخ ونسين شاي سكو تواسكن وتواسكن مي ابري دي لون ميل ميل وسين دي بربر سوق درار ومن بعد بنا المنعه اكتويال عقلي حتى غرس ميلون دون سي لو سومي ومن بعد هواند عقلي حتى المنعه اكتويال هبنا دي سانك سيال. فن العمارة في وادي عبد وربوع الأوراس قديم، خلفيته القول المأثور الأزمة تلد الهمة، أو ما تراكم لدى السكان المحليين من خبرات، يقول المهندس بشير باردو. ثازوري نغسيين فن العمارة ذو غير نورس ذو الفن ذا قديم يشاوين نغزيه نهني خدمنا هي خامين نسن نغسكاني خامين نسن يخذاه وسنت الدمذين خذ من هن سافوار الخبرة معلومات تراكمية سرينا نغدي يقلعين يا يقلعين أم منعة أم غوفي أم مثلا موريس. أخريب اسم واحدة من القلاع التي تأسرك حين تراها، وهذا الشيخ من مواليدها عام 29-900 بعد الألف، إنه بصدد تذكر صباه فيها. لا بس إلا قليح ذايريت لا بس قديم الزمن نخزن ذيكس نتوي كلش نتوي أنا قلناش الأمور اللازن نحمل اللازن أنا قلناش أنا ذيكس تاوش يزري تاوش الحشاوش نتوي دادلس نتفي بهيمن نسرح نتعي صغار كلش ثام التوثن تيسن عليك الشراوين تيسن فاهمة إرجازنا في المرض نريزنك ثيوان إرجازن وغران لا سبيطارات لا 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 والو لا والو كلش تسنك تشاوري. القلاع هنا منجزة في أماكن مرتفعة لاعتبارات أمنية، وعلوها يختلف حسب الحاجة وحسب تعداد السكان. لان تقليعين اقلا غير سنت خمسة ستة القرون أمنعة أمنعة ذا يذان قرن جار خمسة عشرة لان قرن عشرة القرون عشرة قرون يعني ألف سنة أسيه توابنا قلع ثيا منعة قلع ثيا منعة أنت تمزي والوث فهم وسط منعة تشاثن غرس أهزي تشاثن غرس همثيل فهم وإذا الناس فرنا المشاكل وذاني غندي زلينا نيني لي زانفيرو ما إلا شغرس المشكل وداس المنعة واسن فرنا المشكل وإذا الناس بابو خنفو ذلفحو ذي حقيا وتحب لازم ذلث وتحب يمسخر. صعوبة المنطقة وبعد وسائل البناء ولد في وسط السكان سلوكا اجتماعيا ظل متوارثا يعرف بالتويزة. يا زيك مع وان يجمس تقي ثويزة وين عاون دقاس وتخمر تقن تينس وسيري دقاس وسقف دقاس عشاي وسنن تو يدلوم فهم كان دار طلب الشباب يجون كجماش هو السيلين نتقين إذا ثومة تلنجة إلا الصدق إذا أنت إذا ما هو ولا شو إذا روح إذا شغل شيء في النص Thank you.
اللافت في البنايات القديمة هنا هو مقاومتها للعوامل الطبيعية، فرغم غزارة الأمطار وكثافة الثلوج شتاء ظلت هذه البنايات صامدة، فما السر في ذلك؟ يشاوي النغزي بدنا نهقليعث، هقليعث اللخزين يعني ستينسور دو بانك عامل بانكا يميرا تفرن ديس كلش نشيلو قان تفر السوارد ذي البانكا نهني زيك تفرني غاوسي وينسن المعيشة نسن لخلي عرذن هي مزين هي متشان همونيط فرماس هاكليل ثاقيسي خامين ابن هنتي شاوي نزيه نغس كان هنتي شاوي نزيه سافوار هامور ذي هلا هرساني غوجا كيف كيف ما لاش غرس المشكل وشاوي ذي هيد سيرتو الشكل المربع هني تبان شكل المربع ذي تيقنسن ذي البيبان نسن لاش تسمى هذه سوا المثلث نغادي سوا مربع وكل دي مثلث مواد البناء سي خدمن نهني رفدن هنتي الطبيعه نسن اصغار ازرو شال تبين سي الزام شواخر وهذا يجي في كرمنسن وهذا وين سقرين في الدار حتى وين تيجي في كرمنسن حتى وين تبيبان في كرمنسن كل شيء في فرشة التنفذ كم صحيب ذا نزيك الفرصة ما وش ذاك اللي تنس خير عشان العبد راح نرفض يم الشيء ينزيك. نحن الآن في قلعة منع تحت سقيفة تعد مكانا عموميا يلتقي فيه أبناء القلعة بعد المساء. بعد قليل سنصلكم بواديها الجميل وسنتحدث عن مطاحن الماء. نعم مطاحن الماء. أنعم الله على منطقة منعى بالماء العذب الدائم الجريان من ينابيع طبيعية استغلها السكان لتحويل الوادي إلى جنة خضراء. الأكثر من ذلك أنجزوا مطاحن تشغل بقوة الصبيب، آثارها تفيد أن المنطقة كانت تسع لإثنتي وعشرين مطحنة، وهذه العجوز لا تزال العاملة الوحيدة في المطحنة بعد أن ورثت الحرفة من زوجها. كرحة يزيهنا بالعبة ستفث ومغارينو أمغارينو غيموث كرغن تطفخ لحقا يجي الدريه ديم الزيانة خدم اخت سعاشي غدري الواني قعمر نهني فرفر انت تشقي مغدكس هايدي رحا انت دي بسون ترتابل ودنا لي سون يرد الطعام ذي الدلو ذين قاد تقوره سير اما ارني الراي بسيات نزاف ذي الشهر وهذا ساغ في فولا وهذا قطع لولا الدحية تلولا قوقا ممي قوق وهذا ساغ في فولا وهذا قطع لولا الدحية تلولا قوقا ممي قوق I'm
قلعة منعى التي صنفت كتراث وطني لأكثر من مرة لم تستفد بعد من أي ترميم. ما قلعت منعى أتعاود سي القفل القف أتعاود كل واتقد واتسبع نتستم زواروث حتى ما زال دي غردايا. احنا كجمعية ثقافية من الأهداف نتاعنا هو حماية التراث، من بين التراث يعني بغينا نحميه هو تقليح تاع منعى، وكانت هي ضمن يعني التراث الوطني الفرنسي في 28 صنفوها، ومن بعد صنفوها في 58، وبعد الاستقلال خلوها ماهيش مصنفه الى حد الان، وبالتالي احنا نطالبوا باش يصنفوها باش تكون عندها يعني تكون عندها غلاف مالي باش يرموها ويحافظوا عليها على خاطر عندها 1000 سنه يعني شويه يغيظ الحال يعني تراث عندهم.